السلام عليكم. انا من ضحايا ديال اتلانتيك بيتش. انا اكبر متضرره في هذا المشروع، لان عشت شحال من عام وانا غاده جايه كل مره كتاجل لنا الجلسه، مع العلم انهم رجعوا لنا الدوسي، قال لك النقد، وملي جا علينا النقد حنا كنمشيو كنجيو، ودابا تيقول لك حقا كيطالبوا بالمتهم باش يجي وما تيجيبوش، وقال لك بجوجهم مفرقوهم، واحد قال لك بن سليمان والاخر كاين في اسفي. حنا ما فهمناش اشنو هوايا. دابا راه اجلونا عاوتاني، اجلونا نهار 26/1، ما فهمناش علاش كتاجل. قال لك حق الرئيس باللي الجاليه راها دايره حتى هي يا شي شكايه، حنا ما بغيناش الناس الجاليه يعني يمشي لها حقها، هادشي علاش اجلوا. ولكن صلب الموضوع راه ما بغاش يتفهم لينا، لان 60 مليون 166 الف ريال بين كل شيء، بين خلاص ديال عند النوطير، بين هو كنت كندير لهم الشيكات، كنديهم النورموندي عندهم المكتب ديالهم، كنعطيهم لنسيبتو، عندي الشيكات سيرتيفي، عندي ورقيه هما هادوك. انا معامله مع واحد مقاول تبدا كيقول لي لا حقا احنا وداديه، احنا هادي ايوا هي وداديه وفلوسي فينا همايا، هي وداديه. يلاه انا عطيتك رزقي باش عطيني ملي طلبناه وطلبناه كنقول الله يرحم لك الوالدين، السينو فل عطينا فلوسنا، عطينا الديور، عطينا. كيقول لك سيروا دعيوني انا عندكم ما تصوروا مني انايا، سيروا دعيوني. ايوا فين غنمشيو؟ ملي تيخرج لك بالفيزا والباسبور كيقول لك ها الفيزا ها الباسبور 10 سنين، ندخل فوق ما بغيت ونخرج فوق ما بغيت، لان قالوا لنا راح يحيدوا ليه الباسبور. قالوا لي درت هذه القضيه يمشي يشوف الطبيب. ايوا شكون هو الطبيب؟ الطبيب هو القضاء، وبعد القضاء كاين سيدنا نصره الله ريحته الا ما يوقف معانا، لان هذا الدوسي ديالنا حنا راه تطبخنا به، راعينا حنا شرينا عند مقاول، وهذا كيقول لك انا وداديه، والوداديه ما كتهش الكريدي، هز علينا 10 مليار كريدي من لابونك، فالاخر تيقولنا المشروع الا شت راسي ماشي هذاك غنمشي نبلغ باننا درت السيزي. واش عندك شريكه؟ ملي هضرت وقلت وا سيدنا راه خو عنده فلوس، مشى خو دار بيا شكايه، جاو لي البوليس كيدقوا عليا في الدار، قال لي درتي به التشهير، درت اش من تشهير انا درت به، وراه مشهر براسو، وراه ما كاينش اللي ما عارفش بان اتلانتيك بيتش ناصبين علينا وداو لينا رزقنا وداو لينا. حنا كنا 884 اديغونت، ولينا 1250 اديغونت. واحد كيقول لينا انا يا دوسيه، والله ما تعرفوا فين كاين، انا دوسيه في بابه ما تقدروش توصلوا ليه. ايوا حنا كنعرفوا الباب ديال الله ولا سيدنا نصره الله، وباب سيدنا وكيوصل ليه كل شيء الحمد لله، اللي مظلوم كله كيمشي ليه الحمد لله. واش غنقول لك؟ الله يدير لنا شي تاويل، والله يجعل ربي هو اللي يصوب لينا من عنده، لان هذا الشيء راه حنا مرضنا بزاف. واش رزقك يمشي لك كتعطيه بيدك باش تاخذي دار تولي غدا في محكمه الكوميساريه هادي؟ علاش هذا الشيء؟ علاش على اللي ناضي يدير شي اسميتو وينصب على الناس؟ المشروع الاول في سيدي رحال ما كملوش، المشروع الثاني في بن سليمان الفيلات ما كملهاش، جاو عطاو المشروع هذا ديالنا دار لينا فيه هذه الحاله، ومع العلم ان كنطلبوه كنترجاو كنقول الله يرحم لك الوالدين، الله يجازيك بخير. كنقول سيروا دعيوني، الا عندكم شي ورقه كديني سيروا جيبوها. وعاش سيدنا، عاش الملك. اشترك معنا في القناة كي يصلكم كل جديد، وذلك بتفعيل الجرس والضغط على زر اشتراك.